سالينا راه ما كاينش لي شجع، راه دابا حنا كنقولوا هضره وكنعطيو وجه، هذا هو المشكل ديالنا، تكون هضروا بصراحه ولا غبار ولا كيفاش استرجع حساب فيسبوك محظور بسبب نشر محتوى يدعم فلسطين؟ واش بغيتيني ندير لك اخويا؟ هذا اخويا راه شوف اللي هضر على فلسطين سدات ليه فيسبوك، ما شنو هو الحل في نظرك؟ وهما راه عارفين اش كيديروا، هاد القمع هذا راه هما مسيسينو، تيجيو يهضروا لنا على الحريه التعبير فالحين غيعريو الرجال يردوهم حشاكم لوبيات والعيالات يردوهم. المهم ما بغيتش نقولوا المصطلح تنحتارم انه كيتابعوني الاباء والاب هذا، هادشي فاش فالحين هادي هي الحريه عندهم فهمتيني. ومن الامور ملي كتولي ملي كتهضر نيت ملي غادي تبغي تهضر على حريه التعبير كنهضوهم ما يقمعوك. وللاسف انا شفت واحد التعليق زوين ديال واحد الاستاذ كنحتارمو بزاف، قال لك فينا هما هاد المغاربه ديالنا، فينا هما هاد الادمغه ديالنا، فينا هما هاد الادمغه انهم ما يديروش لنا منصات عربيه اللي حتى حنا ناخذوا فيها راحتنا وناخذوا حتى حنا نهضروا وحتى حنا. هذه بحال جاتني انا بحال ديك الاغنيه ديال يا ربنا مين يهدينا سنة. المنصات العربيه دارت شحال من محاوله، كان مغربي دار منصه عربيه تنافس الفيسبوك مغربي مشات ليا سميتها، راه الناس القدام ديال 2013 راه عارفينها وكان داز التلفازه وهذا واعلاميا كلشي هضر عليه، راه هو سد المنصه ديالو. علاش ما خدامينش بها المغاربه؟ دابا حنا راه خصنا نتفقوا على واحد الحاجه، ما يمكنش تجي تقول لي منصه عربيه كاينه وحده دايرينها واحد التجربه راه كاينه في دبي مشات ليا التسميت هذيك لابليكاسيون وحتى واحد باغي يخدم بها، راه خاصنا حنا نفرقوا ما بين الواقع والمواقع باش نكونوا واضحين. لا مالو انا غدا ندير لكم ابليكا والله ما عندي المشكل نديرها غدا واتحدى انكم غادي تخدموا بها باش نكونوا واضحين. غادي تخدم بالفيسبوك وغادي تخدم بالانستغرام وهادي باش تجي تقول فينا هما التقنيين علاش ما يديروش لي زابليكاسيون، راه يديروها من غدا راه ماشي هذا هو المشكل. على هذيك لابليكاسيون غادي شكون اللي غادي يصرف عليها؟ حيت هذيك لابليكاسيون خاصها مبرمجين، خاصها واحد الهيد كوارتر خاصك تخسر عليه الماء والضوء تخسر عليه. يا ولد انت ملي ديرها ها انت سيدي اعلاميا حنا غادي ندعموها اعلاميا وتنجح اعلاميا وتبان في الصحافه وتبان وتبان وتبان. واش كتعتقد ان المغاربه غيخدموا بها؟ والله ما غيخدموا بها، حيت هادشي اللي وقع بين اسرائيل وفلسطين كان في المرحله اللي كانوا هاد لي زابليكاسيون وكانوا يديك الساعه ديك الموجه ابليكاسيون عربيه غير تكلمات الدعوه الناس ما بقاوش خدامين بداكشي وتسد. نهضروا بصراحه ومن يقول العكس انا اتحدى نديروها ونشوف. راه من غدا احنا نجيو دابا انا نوريكم زعما راه ماشي تنهضروا لا يسحبوا راه ماشي صعيب غنجي هكا نكتب هكا فيسبوك نيلد سكريبت ونجبد لكم ابليكات ها هي بحال فيسبوك ها هي ونمشي انا نحطها سيدي في واحد الكلاود ولا نحطها داونلود وغادي نضيف فيه اللوان ديال ليها الريسكين وغادي نجي ونقول لكم ها هي لابليكاسيون ها هي وحنا غير كبدايه بينا نبداو بها ها هي فيسبوك تيليشارجي ها هي ها هي ها هي ها اللي ها منين هاك على الانستالاسيون كلشي ايه الحماس كلشي غيخدم هذا والعرب وهذا ولكن واش من هنا واحد 3 سنين غتخدم والله ما غتخدم سالينا راه ما كاينش لي شجع راه دابا حنا كنقولوا هضره وكنعطيو وجه هذا هو المشكل ديالنا تكون نهضروا بصراحه ولا غبار ولا احنا كنهضروا هضره وكنعطيو وجه وما هذه شحال راه انت غتنصر وتخدم بها وسالي هاي يلا وزيدوا يا العرب كونوا شويه واضحين في كونوا عقلانيين شي شويه. وشي نهار غتصاوب هذيك لابليكاسيون اول حاجه غادي يقول لك راكب على الموجه اولا دابا هادشي راهي راكبين على الموجه راكبين على الموجه هذه هي اول حاجه بتقال بعدا انا تنهضر كامير راغي هضر غير على راسي هادي الموجه راكب على الموجه ومن بعد غادي يخدموا بها الناس ومن بعد ما يخدم بها حتى شي لانه خصكم تعرفوا واحد القضيه ثانيه حنا راه داخلين في ايكو سيستيم فيسبوك كاين الواتساب الواتساب تابعو انستغرام خصك تخدم بهاد الثلاثي هذا فهمتيني
هذاك اللي غيبغي هذاك اللي غيبغي يدير الاشهار باش يبيع واحد المنتوج غيدير ليه الاشهار في الفيسبوك حيت هو تيقلب على لودونس ما تيقلبش على العروبه والوطن. تنهضر معكم بصراحه واخا هي شويه صعيبه هاد العيبات. هما تيديروا الاشهارات في الفيسبوك مالهم ما يوقفوا الاشهارات في المنتوجات المغربيه اللي كيبيعوا في المنتوج. هما تيديروا اي كوميرس ايوا العروبه والوطن انت كذلك تتخلص راه كتخلص فيسبوك. انا ملي غندير هذاك الفيسبوك ديالي شكون اللي غيدخل عندي انا يدير الاشهار ملي غنربح انا الفلوس؟ هذا هو الواقع. بغيتو تقبلوه تقبلوه بغيت نجي لكم نفق فيكم نعطيكم الهضره اللي تسمعوها. انا عندي شي هذاك الشيء.